بعد الاتفاق السياسي للصخيرات، هذا التطوير اللي جات به مبادرة معالي المستشار قوتها في أنها جاية من ليبيا وجاية من مؤسسات ليبيا مثل مبادرات الأخرى. المملكة المغربية إذا لم تكن لها مبادرة فلها دائما صدر مفتوح للليبيين للحوار لتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة، بدون أي مصلحة. مصلحة واحدة هي وحدة ليبيا، استقرار ليبيا، وخروج ليبيا من هذا الوضع المتأزم. هذه المواقف الثابتة هي اللي كتجعل المغرب دائما يكون قبلة للإخوة في ليبيا، ودائما هو بلدهم الثاني اللي إذا أرادوا يفتح لهم المجال للحديث، لتقريب وجهات النظر، وللسعي للوصول إلى حلول. نتمنى أن الأيام المقبلة تأتي بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي، الوصول إلى توافقات حول أمور عملية مهمة بالنسبة للليبيين، لحياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية، ولتدبير كذلك مواردهم المالية. نتمنى أن الأيام المقبلة تساعد على أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر في هذا الاتجاه كذلك. مرة أخرى معالي المستشار، مرحبا بك في بلدكم الثاني، وكل التقدير والاحترام على ما تقومون به لإخراج ليبيا كذلك من هذا المأزق السياسي. شكرا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق والعظيم، وكل الشكر والتقدير والاحترام لحكومة المغرب ومجلس النواب على ما لقيناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. جينا هنا إلى المغرب الشقيق بناء على دعوة كريمة من فخامة رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي. جينا لنشرح آخر تطورات الأزمة الليبية، وقد تبين لنا أن الجميع مهتم بالشأن الليبي وأكثر انشغالا حتى من الليبيين أنفسهم فيما يتعلق بالعمل من أجل حل الأزمة الليبية بالتعاون مع المجتمع الدولي. نحن نقول أن كل المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، وإن اتفاق الصخيرات صحيح هو من عمل البشر، ومهما يكون قد تكون هناك بعض الأمور التي مر الزمن وتحتاج إلى التعديل أو التطوير. وبالتالي نؤكد أن إن كان هناك خلل، إن الخلل من الذين كلفوا بتنفيذ اتفاق الصخيرات لم ينفذوا حرفا واحدا من اتفاق الصخيرات، وهذا ما أدى إلى خروج بعض المبادرات التي كما قلت لا تتعارض مع هذا الاتفاق. نحن نثمن عاليا دور المملكة المغربية في مساعدتنا على خروج من أزمتنا الراهنة، ولازلنا نعول ونطلب موقفا في الأمم المتحدة لمعالي جلالة الملك من مكانه ولحكومته وزير خارجيته من صوت يسمع في المجتمع الدولي وفي جامعة الدول العربية. نحن نحتاج إلى دعمهم في الاستمرار في المسار السياسي، لأن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيا، أيضا وقف إطلاق النار في ليبيا، لأن الحرب شر لا يستفيد منها أحد، لا الشرق ولا الغرب، بل تدمر ليبيا وتضيع مصالح الشعب الليبي، وأيضا حتى شركائنا من الأجانب الذين لديهم مصالح في ليبيا. نحن لا نريد الحرب بين الليبيين، ولكن فرضت من التدخل الخارجي كما تعلمون، الأسلحة والجنود من تركيا بكل أسف يأتون إلى ليبيا، بينما هناك حظر على تسليح الجيش الليبي. ولكن نحن نقتنع ونعترف بأن الحل يجب أن يكون بين الليبيين، حل ليبي ليبي، وهو ما نسعى إليه، وبدعم من إخواننا العرب وفي مقدمتهم المملكة التي نحن
لن نستغني على موقفها كما ذكرت على الإطلاق. وبالتالي ما سمعته يا سيد وزير الخارجية والسيد رئيس مجلس النواب يفرحنا كثيرا، وشعرنا باطمئنان ودعم أن لدينا أخوة كانوا ولا يزالون وسيكونون معنا من أجل حل هذه الأزمة الليبية. نحن كما ذكرت اتفاق الصخيرات لم يكن الخلل، صخيرات المغرب دولة هذه المملكة قامت بما يجب القيام به من كل التجهيزات وكل العون وكل المساعدة من أجل نجاح هذه، لكن للأسف نكرر مرة أخرى أن من كلفوا بتنفيذ هذا الاتفاق لم يكونوا عند المسؤولية المطلوبة منهم جميعا. لكن الشعب الليبي بتاريخه النضالي ووحدته ونسيجه الاجتماعي المتماسك أنا متأكد كل التأكيد بأنه سيخرج من أزمته. شكر الجزيل لمعالي وزير الخارجية الذي بحق وجدت أنه متفهما للمبادرة أكثر مرات حتى مني أنا صاحب هذه المبادرة أعلنت من القاهرة، فهذا حقيقة يدل على الاهتمام الكبير رغم مشاغله بقضايا وطنه، لكنه لم ينسى ليبيا ووعدني بأنه سيدعم هذه المبادرة في كل المحافل الدولية، فله كل الشكر والتقدير والثناء وشكرا معالي الوزير.